وأنا بحب أوضح لكل اللبنانيين إنه هذا الالتباس ما له علاقة بموقع بكركي التاريخي والروحي، وما له علاقة بمكانة غبطة البطريرك الراعي عنا واللي طبعا منجله ومنحترم. وبهالمناسبة في إلكن إنه الجو اليوم كان جيد جدا، غبطته كان منفتح كليا، كان مستمع، هي ميزة هو بيتمتع فيها ومصيوط فيها. تمنينا عليه بكتير صراحة إنه بهالظرف السياسي الدقيق اللي عم نقطع فيه بشرق الأوسط وبلبنان حكما، إنه في حكمة بهالظرف، إنه موقع بكركي التاريخي والوطني يبقى فوق كل الصراعات ويبقى فوق كل الخلافات. ونحن طبعا بصدد هلا هالأفكار اللي حكينا فيها إنه ننظمها بمذكرة بعيدة كليا عن الإعلام، ونرجع نعمل جلسة معه من مثل ما بيقولوا من القلب للقلب. وأنا بدي أقول فعلا كانت جلسة تاريخية اليوم. أنا تفاجأت برحابة صدره، تفاجأت قديش كان مستمع وعم بياخد رأي الكل بكتير تمعن. وعلى كل حال هو بهاي النقطة بالذات ما فينا غير ما ننحني ونقول له يعطيه ألف عافية، ونقول له بهالمرحلة فعلا اللي عم نقطع فيها الله يعطيه نعمة الصبر نقطعها بأقل ضرر ممكن. وشكرا. هلا قدي له رسالة محبة من الدكتور جعجع. يعني يا استاذ عبدو انا هون ما فهمت باسم مين جاي، يعني لا انه باسم مين جاي؟ جاي باسم القوات اللي عنده غبطة البدرك بتغيير موقف الكنيسة البارونية. هل اليوم بهذا اللقاء يعني القوات اللبنانية كانت الأقصى في انتقاد غبطة البدرك، هل اليوم البطريرك الماروني عاد إلى مواقف الكنيسة البارونية أو أنتم قدمتوا تنازلات معينة من أجل لقاء البدرك؟ الظاهر ما سمعت اللي قلته. الظاهر لا ما سمعت. قبل كل شيء نحن ما قلنا انه تنازل وما بحياتنا لحظة. نحن اللي تمنينا عليه بكلامنا، اذا بدي ارجع كرره تسمع مزبوط اللي قلته، نحن تمنينا عليه بهالظرف السياسي الدقيق اللي عم تقطع فيه منطقة الشرق الاوسط ولبنان بالتحديد، هالموقع يبقى فوق كل الصراعات والخلافات. نحن مش طالبين من غبطة البطريرك أو بطرك الموارنة يكون صافف مع زيد وعمر. ما تغلط. شكرا.